لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. السؤال الثاني بغيت نسولك على الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن. نعم لله، نعم. الله يجازيك بالخير ودير لي واحد دعوة الحفيد ديالي ولوليداتي والأخوات والإخوان والوالدين بالرحمة والعافية ويرحمهم ربي إن شاء الله في هذا النهار وجميع المسلمين والمسلمات. يا رب. ودعي معايا كيف ما العادة، راني مريضة شوية، دعي معايا الحاج قريبان. الله يشافيك لالا خديجة، الله يشافيك. آمين 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 الحاج قريبان، بارك الله فيك. شكرا سيدي، شكرا. أكرمك الله أكرمك الله، الله يزيدك إيمان ويزيدك الله يقين ويحفظك الله الوليدات ويحفظك الله العائلة، وربي عز وجل يمتعك بالصحة والعافية وطول العمر يا رحمن يا رحيم. أما السؤال الثاني جوابه ما هي الأوقات التي لا ينبغي أن نقرأ فيها القرآن الكريم؟ هو أصلا ليس هناك وقت لتلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم يتلى في كل وقت وحين، القرآن الكريم يتلى حتى ولو كان الإنسان غير طاهر فإنه لا يمس المصحف ويقرأ من محفوظاته. فالقرآن الكريم هو ذكر، والذكر يكون في كل وقت وحين، ليس على مدار 24 ساعة. ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخير الذكر هو تلاوة القرآن الكريم. فقط من آدابه أن الإنسان لا يمس صفحة المصحف إلا بعد أن يكون طاهر، فالمرأة الحائض والرجل الجنوب لا يمس المصحف، ولكن إذا أراد أن يقرأ فإذا كان يحفظ شيئا من محفوظاته فليقرأ بها. وإذا كان عنده من غير المصحف، كان عنده هاتف نقال، الهاتف النقال ليس حكمه المصحف، الهاتف النقال هو في شريحة فيها تسجيلات كثيرة من بينها المصحف، ممكن أن يقرأ به. فالذكر وتلاوة القرآن ليس له وقت محرم أو ممنوع، فنحن نقرأه في كل وقت وحين على مدار 24 ساعة. وقد جاء في الأثر من أراد أن يكلمه الله فعليه بتلاوة القرآن. إذا أردت أن الله تعالى يكلمك مباشرة اقرأ القرآن، وإذا أردت أنت أن تكلم الله تعالى عليك بالسجود، وأنت ساجد تذكر اسم الله وتناجيه وتسأله ما تشاء. فأسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. نتحول إلى إقليم طنجة، معنا سيدي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب بخير. أهلا بك أخويا، أهلا وسهلا. كيفك الحبيب والأولاد؟ الله يطول عمرك مولاي. الله ينورك، الله يخليك دائما بارك علينا إن شاء الله. حفظك الله ورعاك مولاي. الله يجزيكم بخير. في الحال. نعم سيدي. قلت لك عندي واحد دابا هذيك المشكل، عندي عدمني هذه 25 سنة. إيه. أنا معدك واحد المشكل. إيه. ودابا الله يجازيك بخير، الشيء اللي كنطلب منك تعطيني النمره ولا توصل بيا الله يجازيك بخير، يعني قصه طويله يعني. اي يا خويا، راني كنت كنتصل بك السيدي احمد والله العظيم ربي يشهد، كنت كنتصل بك في ذاك الرقم اللي خليتي لينا وكنلقى طافي، والله ربي يشهد. 0620. اياك بقيت كنتصل بك اللي خديت من عندك، بقيت كنتصل به في بعد البرنامج وكنلقى طافي. الله يجازيك بخير، راه محلول الله الحمد لله. واخا نحاول مره ثانيه خويا باذن الله. واخا سي احمد الله يفرج عليك، الله يفرج عليك اخويا، الله يفرج عليك. ودائما نتعلم اذا كان لا قدر الله شي حاجه فوق الطاقه ديالنا متعلقه باولادنا وبناتنا او اشياء ربما الانسان يقهر، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. كيجي واحد الفتره الانسان كتطرح عليه بعض المشاكل او بعض القضايا في الحياه يغلب ويقهر وما كاينش اللي غينفعو، كل كيقول نفسي نفسي. هنا في هذه الحاله ماذا نفعل؟ أول شيء كنقوم بما علمنا الله أن نقوم به، ما فعل به سيدنا أيوب عليه السلام، كان يقول الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه خلاها لنا
سيدنا أيوب عليه السلام، وروى لنا عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أيوب هو أخطر من تعرض للبلاء، أكبر بلاء ربما مر في تاريخ البشرية. دفعة واحدة تلقاه النبي الله أيوب، حتى يقال صبر أيوب، وخلى لنا هذه الكلمة من اللي كتجيه دائما ذاك البلاء الشديد. كان يقول هذا الكلام: الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأن كان كيجي عنده إبليس ويوسوس له في أذنه، وكيقول له: هل هذا رب رحيم أخذ منك أولادك؟ فمن اللي مشى له المال كيقول لي: هل هذا رب كريم سلب منك أموالك؟ من اللي جه المرض كيقول لي: هل هذا رب رحيم أصابك بالأمراض؟ من اللي اتهموا الناس بالباطل كيقول لي: هل هذا رب كريم خلى الناس يطلقون لسانهم فيك؟ وبدا دائما إبليس يوسوس له، فكان كيجاوبه وكيقول له: الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما كان سيدنا أيوب يقول هذه الكلمات، كان الله تعالى في أعلى سمائه مع ملائكته، كان يباهي بسيدنا أيوب الملائكة، يباهي به الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فلان، لقد نلت منه، ولكنه صبر واحتسب. كان بالإمكان أنه يتبرم أو يتضجر أو يحزن أو يقنط، ولكن انظروا إلى قوة إيمانه ويقينه، رغم أنني أنا الذي سلطت عليه إبليس لكي يوسوس له، ولكن إبليس ما أخذ منه لا حق ولا باطل. هذا هو الإيمان القوي. لما نواجه بعض الصعوبات في الحياة ولا نكاد نجد حلا مناسبا ونضعف أمامها، أول ما نفعل كنرجع خطوة إلى الوراء، وكنبين الاستسلام بين يدي المولى سبحانه: الله يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كنصبروا، ثم بعد ذلك كنبداو نديروا الأسباب اللي قدرنا عليها للإصلاح والتغيير، أسباب دون أن نضر أحد، دون أن نلحق الضرر بأحد. قد يقول قائل: ربما خصك المال، وربما يبان لك المال أمامك حرام وتمدي لك. لا، إذا كان حرام ما نقرب له، نأخذ الحلال. إذا كان شي حاجة غنديرها ممنوعة ما نقرب لها، في إطار المباح نحاول نستغل الوسائل، والذي هو مقرب إلي مباح، نقوم بالأسباب للتغيير وللإصلاح. فإذا تعذر علي كنرفع يدي إلى السماء وادعو المولى: يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني. وإن شاء الله وبإذن الله فإن المحنة لا تدوم، سرعان ما تزول وسرعان ما يتدخل الله تعالى برحمته ويتجلى عليك بكريم لطفه، وإذا أعطاك سبحانه أدهشك. سيدي أحمد الله يفرج عليك ويحفظ لك الله الولي ديالك، اللهم تعالى يكتب لكم مكاتب الخير. وهذه الليلة ديال الجمعة أسأل الله أن يفرج همكم، أن ينفس كربكم، أن يقضي حوائجكم، وأن يغنيكم من فضله، إنه سميع قريب مجيب. نتحول إلى إقليم الشماعية، معنا للا عيشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كداير لاباس عليك؟ الحمد لله للا، الله يبارك فيك. كل شيء لاباس؟ كل شيء بخير وعلى خير ولله الحمد. الحمد لله. بغيتك عاد تدعي معانا وتدعي مع الوالدة يا ربي. انت ما رزقناش الله وليدات 20 عام بارك الله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله، الامر لله. عافاك شريك. واحد خواتي عطيتهم باغيين يتزوجوا، دايرين شي دعاء الله يجازيك بخير. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. اسمح لي يا انت دايره شويه. الله يحفظك لالا عيشة، الله يحفظك لالا، الله يفرحك، الله يفرحك. دعي مع زوجي تاهو كان طاح. اييه. وقعت هذيك الرجال داك شي عام ونص وباقا مازال باقا ليه واير مالي شويه، الله يعمر ربي. يا ربي تشافيه، يا ربي تشافيه، يا ربي تجبر العظم ديالو. نطلب من المستمعين يقولوا امين. اييه لالا ان شاء الله، نطلب منهم جميعا يرفعوا يديهم يقولوا امين، لعل الله يستجيب. لالا عيشة، الانجاب هو امر خاص بالذات الالهيه. الأطباء والصيادلة والرقاة وجميع المعالجين يقوموا غير بالأسباب اللي عرفهم مولانا عز وجل، ولكن اللي كيجعل الإنجاب والولادة هو الحق سبحانه وتعالى.
ملي كيتلاقى الرجل مع المرأة وكيوقع الماء ديال الرجل في الرحم ديال المرأة، يبعث الله له الملك كيقول يا ربي واش هذا نديرو حي ولا ميت؟ كيقول له الله تعالى ديرو حي. كيقول يا ربي أذكرا أم أنثى؟ كيقول له الله تعالى الجنس واش ذكر ولا أنثى؟ كيقول يا ربي أشقي أم سعيد؟ كيعطي الله تعالى الوصف والشقاء للسعادة. يا ربي ما أجله؟ يا ربي ما رزقه؟ يا ربي ما كذا؟ ما لونه؟ ما كل شيء يتحدد، كيكون ربي عز وجل هو الذي يحدد الصناعة داخل الرحم. وعلمنا القرآن الكريم أننا لا نيأس أبدا من رحمة الله، لأن إبليس يقدر يقول الإنسان كبرتي وراه الطب وراه العلم وراه المنطق ولا العقل كيقول لك إلا فاتك الأجال ميمكنش. القرآن الكريم يعلمنا أننا لا نقنط من رحمة الله، لهذا ليس من العبث أن الله تعالى حكى لنا عن أناس بلغوا من الكبر عتيا ومع ذلك أكرمهم الله بالأولاد. ذكر لنا سيدنا زكريا وقد اشتعل رأسه شيبة، كبر ولا في 80 من عمره، وكان يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، والزوجة ديالو كانت كبيرة كذلك. وهو ربي أعطاه سيدنا يحيى لم نجعل له من قبل سمية، جعل الله كمثال أن الله قادر على إعطاء الأولاد، والإنسان ممكن أن ينجب ولو مرت السنوات ولو طال الأمد. بل إن الله تعالى أعطانا النموذج بسيدنا إبراهيم الخليل من اللي غادي يكرمو بالابن دياله، والزوج ديالو غتستغرب قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني المرأة سمت نفسها عجوز، نقول امرأة عجوز ورجل شيخ، فالرجل كبير عنده فوق 90 والمرأة عندها قريبة 80، ومع ذلك الله تعالى أعطاهم المولود وسماهم أهل البيت وأعطاهم سيدنا إسحاق عليه السلام. فربي عز وجل على كل شيء قدير. علمنا القرآن الكريم اللي بغي ينجب يبقى يقول دائما الدعاء لسيدنا زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. غتبقى تقول هذه الكلمة وربي عز وجل غادي يعطيك الأولاد. ملي تقول الدعاء ديالك أكثر من الصلاة على النبي المختار، ربي غيعطيك أولاد كثر. كل ما طلبتي الله الدعاء زيد في الدعاء ديالك الصلاة على النبي المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هنا بحال التمار، بحال كدير الأدوية للنباتات وكتنزل الأمطار، كيزيد الخير كيزيد المدد، كيعطيك الله أولاد وكيكونوا مرزوقين، كيكون كل واحد فيهم جيب الرزق دياله. فأسأل الله الواحد الأحد لالا عيشة الله يعطيك الدرية الطيبة، والأخوات ديالك لباقي ما تزوجوش فربي لا يعجزه أنه يعطي لكل فتاة زوجا صالحا، سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه أنه يختار لها واحد الزوج يكون صالح مصلح ويسخر الأسباب ويقوده ويسوقه إليها سوقا، قادر سبحانه وتعالى. أهل الله قال لك البنت اللي بغات تزوج وخي يكون عند المانع وخي يكون عند العكوسات كتبقى تقول الدعاء ديال التوحيد، اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني صاحبة وولد. إلا كان ذكر كيقول ارزقني صاحبة وولد، وإلا كانت فتاة كتقول ارزقني صاحبا وولد. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني صاحبا وولد، وبقى تقولها وتعودها، وربي عز وجل غادي يختار إلا كان ذكر غادي يعطي صاحبة وبها أولاد تنجب له الأولاد، وإلا كانت فتاة غيختار لها رجل صالح ويرزقها من أولاد وغادي يكون بالرزق الوفير ديالهم. فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد للا عيشة والسادة المستمعين الله يجازيكم بألف خير. أختكم للا عيشة بغت منكم واحد دعوة ديال الخير، اللهم شافيها وعافيها، اللهم ارزقها الذرية الطيبة وبشرها بحمل قريب، ارزقها يا رب التوأم الذكر والأنثى ويكونوا كامل الأوصاف سليمين من العيوب. اللهم يا رب وأسعد أخواتها بالأزواج الصالحين والذرية الطيبة وأزل عنهن الموانع والعكوسات، اللهم أسعد قلوبهن عاجلا غير آجل
يا ربي وكل من قال امين ارزقه مثل ذلك وزياده. والشريف اللي ما تفرج له الله يشافيه، الله يجبر لي العظم ديالو، الله يقويه. اللهم شافي منا كل مريض، وشافي منا كل سقيم، وشافي منا كل عليل، انك سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.